لنقاش هذا الملف ينضم إلينا من لندن المتخصص بالشأن الإيراني محمد المدحجي. أهلا بكم سيدي. تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. كيف تقيم نتائج مؤتمر وارسو الذي اختتمت أعماله اليوم حول الأمن والسلام في الشرق الأوسط؟ في البداية أنه الولايات المتحدة استطاعت أن تحشد ما يقارب 60 دولة، هذا يعتبر إنجازا للولايات المتحدة، نظرا إلى هذا المؤتمر يحمل رمزية كبيرة باختيار وارسو عاصمة التحالف العسكري السوفيتي السابق، والتي تعمل الولايات المتحدة على إنشاء تحالف دولي جديد ضد تحالف نادي العولمة أو نادي بيلدربرغ بزعامة ألمانيا والصين. هذا يعتبر إنجازا للإدارة الأمريكية في حربها مع الصين والاتحاد الأوروبي وذيول الاتحاد الأوروبي والصين كإيران وغيرها من دول كفنزويلا وغير هذه الدول المتحالفة مع هذا المحور الصيني الأوروبي. نعم. وطبعا لأنه هذا المؤتمر يحمل طابع أمني وعسكري لم نسمع الكثير عنه، وجاء بفاصلة يومين أو ثلاث قبيل مؤتمر ميونخ الأمني الذي ترأسه ألمانيا، أي زعيمة نادي بيلدربرغ، والولايات المتحدة الآن في صراع محتدم مع نادي العولمة بيلدربرغ. نعم. وسنشهد تصعيد كبير ضد حلفاء نادي بيلدربرغ، أي الاتحاد الأوروبي والصين الإقليميين وعلى رأسهم إيران. وإذا أخذنا بعين الاعتبار، على أنا أشير إلى جزئية وهي تفسر لمن يريد أن يقرأ المشهد أمنيا، خلال الأشهر الست الماضية إيران شهدت ثلاثة عمليات انتحارية كبيرة جدا التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ الجمهورية الإسلامية ولا تاريخ إيران خلال القرن الماضي. نعم. عملية في الأحواز التي أدت إلى سقوط ما لا يقل عن 30 قتيل من الحرس الثوري و60 جريح، عملية أخرى استهدفت مقر قيادة الشرطة الإيرانية في ميناء شابهار الاستراتيجي في ديسمبر الماضي، وعملية أمس الذي استهدفت حافلة تقل جنود الحرس الثوري والقوات الأمنية. نعم. تابعة للواء 14 في أصفهان، من أصفهان. فيما تراهن إيران، كانت تراهن منذ بداية مؤتمر وارسو على فشله، أبدت اليوم 60 دولة استعدادها لمواجهة طهران. ما هي برأيكم الأوراق الأساسية التي تعتمد عليها القوى الدولية لمواجهة إيران؟ يعني نحن يجب أن نقتصر هذه القوى الدولية على الولايات المتحدة وحلفائها وجزئيا روسيا، لأنه روسيا أيضا تتحرك بالقرب من الولايات المتحدة في هذا التحالف، وهذا التحالف في الشرق الأوسط يعتمد على التحالف العسكري العربي المعروف بالناتو العربي بين القوسين MESA، وهذا التحالف سيضبط الإيقاع في منطقة الشرق الأوسط بعيدا عن الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية التي أسست معاهدة سايكس بيكو في عام 1919، واليوم بعد وهذا العام بعد مرور 100 عام على هذه المعاهدة، نرى أن روسيا والولايات المتحدة انفردتا بساحة الشرق الأوسط وتريدان ترتيبات جديدة في هذه المنطقة تضمن مصالح هذه الدول. وهناك قاعدة في النظام الدولي تقول أن كلما تراجعت قوة عظمى وتقدمت قوة عظمى لا محالة تتغير خريطة العالم وتنشأ دول جديدة وستنتهي دول، وكما حصل مع الاتحاد السوفيتي، تفككت دول وأنشئت دول جديدة في أوروبا وفي آسيا. الآن حتى قبل مجيء ترامب هذا التفكك كان في المنطقة العربية، لكنه بعد الآن وبعد إنشاء التحالف العسكري العربي أي الناتو العربي سيكون هذا التفكك في مناطق غير عربية، والمرشح الأول هو إيران. وإيران ستكون ساحة حرب دولية. نعم. بين القوى العظمى الصين وأوروبا من جهة، الولايات المتحدة وروسيا من جهة أخرى. البعض يمكن أن يتساءل ويقول لماذا روسيا؟ الجواب واضح جدا، أي تقدم صيني باتجاه منطقة الشرق الأوسط يعني خسارة روسيا لحوزات نفوذ لها، لأنه نبقى في هذه أي دولة النقطة. متحالفة
نبقى في هذه النقطة سيد محمد، كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تحدث بصراحة أنه لا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط دون مواجهة إيران. ما طبيعة هذه المواجهة تحديدا إذا تحدثنا بصفة خاصة في العراق بعد حديث مايك بينس عن تعرض ميليشيا الحشد للقوات الأمريكية؟ الولايات المتحدة من خلال استغلال تعرض ميليشيات الحشد الشعبي إلى القوات الأمريكية، وهذا مثير للسخرية، لأنه هذه الميليشيات هي تعمل برعاية البنتاغون، وزارة الدفاع الأمريكية، في الواقع تمهد الطريق لحذف هذه الميليشيات من المشهد العراقي وإسقاط هذه العملية السياسية، لأنه الولايات المتحدة منذ مطلع هذا العام حاولت إقناع باكستان بأن تستضيف غرفة موك على غرار غرفة موك الأردنية التي أنشئت ضد سوريا في السنوات الماضية. الولايات المتحدة تعمل على إنشاء غرفة موك لإسقاط النظام الإيراني، وباكستان رفضت ذلك، والآن الساحة الوحيدة المتبقية للولايات المتحدة أن تستضيف هذه الغرفة ضد إيران هو العراق، ولا توجد ساحة أخرى حاليا. ولهذا السبب الولايات المتحدة الآن بحاجة إلى تغيير العملية السياسية في العراق من حلفاء إيران التي هي جاءت بهم أصلا وجاءت بهؤلاء على المشهد السياسي في العراق. الآن بسبب تغيير رؤية الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية، هذه الإدارة ستعمل على ترتيب وضع سياسي جديد في العراق، لا يمكن صديقا مع إيران، بل سيكون عدوا لإيران. كيف تقيم الرسائل التي أرسلها حسن روحاني بإمكانية الحوار في وقت يقول فيه مراقبون أن مجمل تحركات واشنطن تأتي لابتزاز حلفائها في الشرق الأوسط من جانب اقتصادي ومالي؟ هذا الحديث أصبح من الماضي ابتزاز وغيره من الابتزاز، لأنه إذا افترضنا أنه دول الإقليمية كانوا أطفالا في السياسة، اليوم أصبح لهم تجربة ما لا تقل عن 40 عاما منذ مجيء إيران، ولا يمكن توظيف هذا الموضوع كابتزاز. على سبيل المثال أنا أشير إلى جزئية وهي تحدث اليوم، الولايات المتحدة تحاول أن تسوق للسعودية أن تتعامل مع شركات النووية الأمريكية حتى تصنع 16 مفاعل نووي في الولايات في السعودية، لكن السعودية ترفض ذلك وتقول أنه أسعار التي تريدها الولايات المتحدة غالية. فالتعامل مع الملفات الإقليمية لم تعد من هذا النوع، بل أصبحت من نوع جديد، وهو إنشاء تحالف عربي عسكري يسمى بالنيتو العربي. هذا يقودنا لطرح تساؤل عن السيناريوهات المتوقعة فيما بعد مؤتمر وارسو بين المساعي الأوروبية الرافضة لتحقيق أهداف المؤتمر أو فشل هذا المؤتمر. طبعا الأوروبيون ليست لديهم آليات كافية لا عسكريا ولا اقتصاديا لمجابهة روسيا والولايات المتحدة، ويعني إذا أخذنا ملف الصواريخ البالستية متوسطة وقصيرة المدى، نرى أن هذه الاتفاقية التي تم إلغاؤها من قبل أو انسحاب الولايات المتحدة منها وأيضا انسحاب روسيا، هذين الانسحابين ينعكسان بشكل سلبي كبير على الأمن الأوروبي، وأوروبا ليست لديها خيارات كافية لمجابهة الولايات المتحدة. الأوروبيون الآن يحاولون أن يعطوا تنازلات معينة لدول إقليمية في الشرق الأوسط ومنها روسيا والجزائر، عذرا مصر والجزائر على سبيل المثال، حتى تمنعان هذه الدول من الالتحاق بالمحور الروسي الأمريكي. وحصل يعني شبه نجاح للأوروبيين في هذا الجانب من خلال استقطاب مصر، وقمة شرم الشيخ المرتقبة بين زعماء العرب وزعماء الأوروبيين التي تحركها مصر، هي في الواقع تشير إلى أن مصر تحاول أن تحصل على امتيازات من الأوروبيين. فالجميع الآن مرغم، ليس لسبب أنه العرب أقوياء أو ضعفاء، هذا موضوع آخر، بسبب الصراع الدولي ما بين القوى العظمى. القوى العظمى بسبب انشقاقاتها واضحة المعالم تحاول استقطاب أكبر عدد من الحلفاء، خاصة العرب في هذه الظروف الحالية بسبب تأثيرهم الكبير في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط. ومن يستطيع أن يعطي تنازلات أكبر أو امتيازات أكثر لهذه الكتلة سيستطيع أن يصطفها بجانبه، والآن السباق في المنطقة أصبح من هذا النوع. وإلا لماذا الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي، الاتفاق المثالي الذي يربط ويؤطر الأداء الإيراني لصالح الولايات المتحدة في المنطقة؟ السبب، الجواب واضح،
الولايات المتحدة لا تريد أن توظف الدور الإيراني كما وظفته خلال 40 العام الماضي، الآن تريد دور أقوى في المنطقة ألا وهم العرب بسبب قدرتهم الاقتصادية وقدرتهم العسكرية ضد أوروبا. والدينامية، النقطة الأخرى اللي يجب أن ننتبه إليها، الدينامية في إيران هي دينامية تخدم نادي العولمة أي نادي بيلدربرغ أي أوروبا. والولايات المتحدة الآن تبحث عن معادلات جديدة في الإقليم لصالحها بعيدا عن أوروبا. أشكرك، شكرا جزيلا لك، المعذرة على المقاطعة لضيق الوقت، المتخصص في الشأن الإيراني محمد المذحجي كنت معنا عبر الهاتف من لندن.